تحدي كلير النهارده هو تحدي الفوت فولي. عندنا دايره واثنين لعيبه، كل لاعب يقدر يلمس الكوره بالكتير ثلاث مرات، ولازم يلعب الكوره تطب طبه واحده جوه الدايره وما تطبش طبه ثانيه. لو الكوره طبت مره ثانيه يعني بره الدايره تبقى النقطه على اللي ما لحقهاش، لو نطت مرتين جوه الدايره تبقى على اللي لعبها. نموذج. نموذج؟ انا اعمل نموذج؟ يلا يلا. لا 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 والله ما لا. يلا يلا ده ده احنا الاربعه. طيب احنا الاربعه. يلا يلا تعالى يا صوت. انا هي هتتلعب واحد على واحد بس، احنا هنجرب كده اتنين على اتنين بس كده تجربه. طب لمستين ولا تلاته بره؟ تلاته تلاته. هي ايوه اوي اوي العب. اوه مالك ولد ولد هو ماشي ماشي يا ولد. سطرة عمرو. يا ولد يا ولد ولد هند. أيوة سطرة. أيوة حلو 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 حلو. طيب كل مدرب يختار لاعب. تعالى شويحي. تعالى يا شيخ. حاول تلعبها بدماغك عشان تبقى جامد ماشي. والفورة من ثلاثة. ايوه ايوه اوه اوت اوت انا جوه. 1-0. ها العب العب ماشي كويس. اوت ايه 2-0 يا ولد بس كده. حلوة. يلا أيوة حلوة. أربع لمسات. العب العب مش مشكلة. خدت واحدة كمان. يلا أوت. اتنين اتنين. اللي هيكسب النقطة دي هيكسب الجولة. حلوة أيوة كده. ولد ولد. هارد لك هارد لك. كويس كويس. حلو 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 حلو. كده يبقى كابتن عبد الستار صبري كالعادة نجح في ان هو كالعادة نجح في ان هو يروح الى الملعب الاول ويستنانا عشان الماتش بتاع الثالث والرابع. تمام. وكابتن هاني رمزي هيكون مع كابتن هشام حنفي في محاضرة قبل المباراة. يلا بينا. بيت لك يا سترة. بيبقى كابتن بيت لك سترة. شوف.